السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جيت نحضر معكم باكيطات معمري اللي كيجيو غزال بزاف في الكوتي او العشاء، كيجيو زوينين بزاف، او بحال هكا الدراري الصغار تديهم في الاستراحه في الفتره ديال الدراسه كيجيو زوينين بزاف وغزالين، يصلحوا تاكلوهم في ديك الساعه، ديروهم في المجمد، جبتوهم بحال لي الله صوبتوهم. اشو معايا تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. هنا غادي نبدا معكم بالعجينه الاول. نبداو بالعجينه الاول، عاد غادي نبداو بالحشوه. عندي هنايا الفرص، درت نص كيلو ديال الفرص، وعندي معلقه ديال الزبده اللي تكون في حراره المطبخ، عندي شي قبصه ديال الملح، وواحد البيضه. غادي نحركوها مزيان بيدنا حتى ترمن، العجين. هانتوما كيف ما كتشوفوا في الفيديو، كندخل مزيان داك الزبده في الطحين. من بعد غادي نضيف شويه ديال الخميره ديال الخبز وواحد الخميره الحلويات. هانتوما معايا هنايا، غادي نضيف شويه ديال واحد نص معلقه ديال الخميره ديال الخبز، وخميره الحلويات من حجم 7 غرام، وغادي نجمع الطحين، نجمعه بالماء ونخليه يرتاح. هنا بعد ما شلت العجينه ديالي غطيتها بالسلوفان وخليتها ترتاح، وغادي نمر للحشوه. عندي هنا في الحشوه عندي الجزر 2 حبات محكوكين، الزيتون، الفلفل 3 الحبات، الكفته 2 ديال البصلات، عندي هنا المعدنوس مقطع مقطع صغار، وشويه ديال الزعتر، وشويه ديال الابزار، والملحه. كنضيفوا الجزر والفلفل والبصله مع 2 معالق الزيت حتى كيطيحوا. من بعد عاد كنديروا لهم الكفته والزعتر والابزار والربيع، كنحركوهم مزيان حتى من بعد حتى كيطيبوا. عاد كنضيفوا لهم الزيتون وصلصه بيشاميل. صلصه بيشاميل البنات ما درتهاش معكم، غادي نشاركها معكم ان شاء الله في شي فيديو. كندير فيها صلصه بيشاميل، كندير فيها الحليب، وكندير فيها واحد نص معلقه ديال الطحين والفرماج، فرماج حمر، وشويه ديال الملحه. كنحركهم مزيان في البوطه ملي كيعقد، ديك الساعات كنستخدمها. هنايا ملي خمرت لي داك العجينه كيف ما كتشوفوا، كندير الطحين على سطح العمل، من بعد عاد كندلك مزيان باش ما تبقاش غليظه، يعني تكون رقيقه في السمك ديالك وشويه رقيقه.
وهاد العجينة البنات زوينة، تستخدمها في بزاف داكشي المملحات داك المعمر، اي حاجة عندك هكا مملحة كتصوبها فيها، يعني كدير نفس العجينة كتجي زوينة، وديريها حتى بيتزا كتجي، حتى العجينة ديال البيتزا كتجي زوينة. يعني انا هاد العجينة كنستخدمها بزاف في المملحات، في بيتزا، في كلشي، يعني تصوبيها كتجي زوينة، كتكون رطبة وفي نفس الوقت زوينة زوينة. المهم اللي غتجربوها غادي تشكروني. المهم بعد ما دلكت العجينة كنقطعها كمربعات، وكنبدا كنعمر في الوسط. غير هي البنات انا هنايا الفرماج ما كانش عندي داكشي اللي استخدمته في صوصات بيشاميل، فرماج الحمر او الموتزاريلا، او ضروري بحال دابا ملي كنعمر الحشوه كنكونوا حكينا داك الفرماج كنحطوه فوق منها. انا دائما كندير الفرماج فوق منها، غير انا اللحظه اللي صوبتها كان على بالي كاين من بعد لقيت والو، على داكشي ما ضفتش الفرماج، ولكن الفرماج كيزيد له واحد الطعم اللي هو زوين ملي كتشوفو كنحط هاد الحشوه كتضيفو فوق منها فرماج محكوك، عاد كتلويو العجينه بحال هكا. كتسدو مزيان باش ملي يطيب ما تحلش. شتي ملي كندير كنسدوه مزيان، عاد كنبدا نشكل على شكل طويل هكا بحال الباكيت. هانتوما في هاد الفيديو كيف كتشوفو هنايا. المهم خليكم معايا حتى نسالي هادشي، وديك الساعة نرجع ليكم. بعد ما شكلتهم على شكل باكيت كنشد الموس كنقطعهم جوج شرطات او ثلاثه الشرطات، المهم كنشكلهم بحال شكل الباكيت، من بعد كندهنهم بصفر بيضه وكنضيف فوق منهم السنجلان، كندخلهم الفران يطيبوا ويتحمروا على درجه حراره 180 درجه. Yeah.
هذا البنات هو الشكل النهائي ديال الباكيت ديالنا، كيجيو غزال غير جربوهم، زوينين بزاف، كنتمنى من الله يعجبكم. ما تنساونيش البنات ملي لايك لي لايك ولي كومونتير، عطيو لي الاراء ديالكم. داكشي اللي كندير اللي كنزلو في اليوتيوب واش كيعجبكم واش ما كيعجبكمش، كيهموني بزاف ارائكم واختياراتكم واقتراحاتكم. لمالا تعطيو لي اقتراحات ديال شي حاجه هكا تبغيوها نصاوبها، علاش لا. شكرا لكم كاملين على المتابعه، تهلاو ليا في ديسكوم ومع السلامه.